عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. قراءه روحانيه لمواليد برج العذراء. صلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناه يشرفنا اشتراكك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من اسرار العالم الروحاني. واللي حابب يتواصل معنا في الكشف او في تحديد حالته يتواصل معنا واتس ان كان ليه كشف او علاج، ادعم الفيديو به شكرا وتواصل معنا واتس وراح نكشف لك باذن الله تعالى. بسم الله الكاشف. ارى هنا البعض منكم في قرار مصيري هيغير حياتك، قرار راح تاخذه هيغير حاجات كثيره في حياتك. عندك هنا استلام مبلغ مالي، عندك استلام مبلغ مالي بعد ثلاث نقط يعني ان شاء الله يكون ثلاث ساعات او ثلاث ايام باذن الله تعالى او ثلاث اسابيع. وهنا البعض منكم في براءة من تهمة موجهة ليكم. البعض هنا البعض ارى زواج للبعض، والبعض الاخر هيدخل في قصة حب جديدة. هذا القراءة عامة للرجال ونساء. في قصة حب أراها جديدة في شخصنا. الشخص ده يعني هو سبب معاناتك، ممكن غدر بيك أو خذلك هذا الشخص. بس احذر هنا من رجوع للماضي، ما تمسكش في الأحبال الدائبة. عندك بشرة كبيرة، بشرة وفرحة كبيرة واستقرار واطمئنان على شخص. عندك فكر بإذن الله تعالى في تحقق أمنية غالية على قلبك، في تغير عتبة من مكان لمكان، تغير عتبة، وفي تخليص أوراق من جهة حكومية. راح تخلص هذا الأوراق وراح تخلص على خير. بس أنا شايفك إن أنت زعلان، في زعل أو حزن دواق، لأنك محتاج مبلغ من المال أو محتاج فلوس، ولكن هتقدر تجيبه بإذن الله تعالى. عندك اكتشاف حقائق هنا، في اكتشاف أمور وحقائق حواليك. راح تكتشف مين الست دي، مين الست دي اللي عايزة تدمر حياتك، مين الست اللي عايزة تعطل معيشتك، اللي عايزة تأذيك، اللي عاملة لك طاقة وقف، طاقة مشاكل، طاقة عراقيل. راح تعرفها وراح تكتشف. نجمك هيلمع بإذن الله في مجال عملك. بس أنا شايف هنا اللي حبيته أو فرحت بوجوده شخص كسر قلبك، شخص أذاك في مبلغ مالي، وفكر بشديد بإذن الله. العتبة الجديدة فيها راحة ليك، فيها راحة ليك. في حدث هنا مفرح ومساعدة مالية رح تأتيك. في مكالمة من شخص قاطع التواصل معاك. شراء البيت أو تغير المحل الإقامة هتكون فيه سعيد بإذن الله تعالى. في شفاء هنا، الشفاء ده من مرض أو استقرار صحي ونفسي. عندك نصرة على ناس أذتك كتير، والناس دي سببت ليكم أذى من قبل، سببت ليكم أذى كبير من قبل. بس نراكم هنا تعبانين وتفكيركم مشتت في أيام حلوة وتغير للأفضل. ماشي، عندك مشاكل عاطفية وعدم استقرار، بس انت بحاجة للهدوء والاسترخاء علشان السحر مسيطر وشديد عليك السحر. بس أرى في شفاء بإذن الله تعالى، في شفاء من هذا السحر. رح تشفو بقدرة الله تعالى وتخلص من هذا السحر. صلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. شايف هنا، اللهم صل على سيدنا محمد. شايف، بس انا بقول لك يعني التقلبات المادية تعب نفسيتك شوية. وانا شايف هنا عقلك شغال، تفكير في كل شيء حواليك، عمال تفكر في حاجات كثيرة حواليك. عقلك شغال في التفكير. شايف في أشخاص حواليك
بتحرف عليك كلام، عمالة تتكلم أو بتحرف عليك كلام، ولكنها بتزود على الكلام 20 كلمة. يعني إن قلت كلمة بتزود على كلامك 20 كلمة، احذر منه. بقول لك هنا أنت يعني محتاجة أو أنت محتاج ترتاح نفسيا وجسديا الفترة دي، عايزك ترتاح. أنا شايفك هنا أنت بتحاول تظهر بصورة يعني مع أشخاص، بتتكلم في ظهرك كلام كتير. شايف علاقتك هنا مع الحبيب الفترة دي يعني على قد ما هتكون مستقرة على قد ما هتكون صامتة. احذر الفترة دي من مشكلة عائلية تتحط فيه، احذر. هتدي لك رسالة من شخص، الرسالة دي راح تجي لك من شخص هيكون فيها عتاب ليك ولوم، هيكون ما بينكم عتاب ولوم في الرسالة دي. عندك شخص هنا كلما حاولت تظهر نقطة ضعفك قدامه بيحاول يتعبك أكتر. الفترة دي هتفكر في رياضة كتيرة. شاف شخص هنا في شغلك هيكون مركز معاك بطريقة هتضايقك وهتتعبك. وعندك هنا بعد فترة في تغير من عمل لعمل آخر. في اتنين أوقات هنا ورب العالمين بينصرك على الشخصين. حديثهم معاك بيزعلك، وفي عندك هنا مبلغ بيجيلك بتحافظ عليه علشان بتستخدمه في مصلحة. في شخص هنا علاقتك بيه منقطعة أو فراق بينك وما بينه، وأنا شايف هنا إن علاقتك بتصلح خلال الفترة اللي جاية. دايما علاقتك بيه يعني شايفك هنا، بس دايما علاقتك بيه هتكون غير مستقرة في حياتك. حد هنا شايف هنا، احذر الفترة دي وكن حريص من الناس اللي حواليك، لان في ناس كتيرة بأزياك. في حد هنا اكلت عنده خط لك سحر في الاكل او شرب السحر، لان ارى المعدة تعبانة من تأثير السحر والاعصاب من تأثير السحر. شخص هنا هيعمل معاك حوار عليك في التلفون عشان يخليك تعمل مشكلة مع حد تاني. الفترة دي يحذر من العصبية. وعندك موضوع في محكمة او بنك او قرض بيخلص معاك على خير بإذن الله تعالى، رح يخلص على خير بمشيئة الواحد الأحد. اللهم صل على سيدنا محمد. كن حريص. عندك اشي اتسرقت او شايف هنا في كلام بخصوص سرقة، كلام بخصوص سرقة، ان شاء الله يتم على خير وتخلص القصة دي. شايفك انت هنا صبور، متحمل غلطات الناس اللي حواليك، متحمل غلطات الناس دي اللي حواليك، عندك كمية الصبر، صبور مع العلم انك بتقدم ليهم عطايات كتيرة، بتساعدهم بتدعمهم، عطيتهم كتير وقدمت ليهم عطايات كتيرة. رب العالمين هو اللي هينصرك على أمور معقدة حواليك. وكأن شايفك هنا بتحاول الفترة دي تبعد عن غلطات ممكن تقع فيها. في شخص هنا بيقعد معاك وحديثه مش بيخرج من ذهنك الفترة دي، شايف فترة طويلة. بقول لك عندك هنا حكمة في أشخاص، لأن خلي عندك حكمة برضه، وخلي عندك حكمة شديدة، لأنها شافك إنها تنخدع في مين حلو ومين وحش. شخص هنا له مكان كبير في الدولة، هتحس يعني من طريقته معاك بالراحة والسكينة. بس بحذرك من النميمة حواليك، وزي ما يكون في حواليك أشخاص عايزة تظهر فيك عيوب، والأشخاص دي مش كويسة. خلي بالك رب العالمين هينصرك،
وبيحسن رزقك بطريقة حلوة، وشايف علاقتك هنا مع حد حبيب أو زوج أو حبيب عليك، يعني الفترة دي هتكون فيها كلام كتير، في زعل، عندك شخص هنا هينتقدك، ومجرد انتقاد ليك هتبدأ تغير من نفسك. عندك عملية تجميلية شافك هتفكر هنا فيها. عندك صداع الفترة دي هيلازمك ووجع في المعدة. عندك هنا شخص هيكون مركز معاك من الفترة للتانية، وكأن شايف هنا عندك في بلوك بينفك، في بلوك بينفك بينك وما بين شخص. بس خلي بالك من المرأة دي، المرأة دي في امرأة هنا مش كويسة، هتنرفزك المرأة دي، مش كويسة هتنرفزك، خلي بالك منها، لأن هي الست دي اللي عاملة لك طاقة السحر، سحر مشروب، والسحر ده تاعب معاك المعدة، عامل لك عراقيل كتيرة في حياتك، تعبك جدا، تعب، صداع، مخنوق، مش حابب تتكلم مع حد، تحس إن الناس بتبعد عنك، مع إنك بتقدم لهم الخير، لكن هم بيقدموا لك الشر، مع إنك طيب معاهم، مع إنك كويس معاهم، مع إنك بتحب لهم الخير، بتتمنى لهم كل الخير، لكن الناس بتتمنى لك الشر. وعامل معاك أزمات المادية، الأزمات يعني ملحقاك شوية خلال الفترة دي من السحر، وأنا شايف، بس أنا شايف هنا بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا محمد، ديالك الفرحة، ديالك مهما تروح وتيجي ديالك الفرحة لحدك عندك، لأن قلبك طيب. بس هشافك يعني كترة المسؤولية اللي بتزيد فوق كتافك يوم عن يوم، شايفك هنا أنت مستحمل، مستحمل هموم يعني مش قدك، بس مستحملها، ومجبر إنك تقدم تنازلات عشان المركب تمشي، عشان المركب تسير وتمشي. شايف أشخاص هنا، بس خلي بالك بتعمل انها بتحبك، بس الاشخاص دي بتضرب تحت الحزام مش بتحبك، خلي بالك. وبقولك احذر من الخدعة، من شخص مقرب منك وكأن الخدعة يعني بيتمنى لك الشر، وشخص مقرب منك هذا الشخص بس مش كويس، احذر. بس الحظ معك، انا شايف هنا هتاخذ قرار هيغير حاجات كتيرة في حياتك. شايف عندك سفر مفاجئ او بدك تسافر، شايف هنا هتتواصل يعني بتتواصل مع شخص مهم بالخارج، وهذا الشخص يعني بده يساعدك ويدعمك، عايز يساعدك وهيدعمك بامور مختلفة بالعمل. شايف هنا، شايف باب الحظ والنجاح، النجاح اللي بيسألوا على النجاح، شايف باب النجاح موجود ومفتوح أمامكم، والمال والعمل موجود وكبير بإذن الله، لأنك فكرتم صح، وبعد تعب ومجهود ودراسة وسهر صارت وقت تقطف تعبك ومجهودك، بدك هتندح وهتثبت نفسك أكتر، وعندك طريق السفر للخارج هتثبت نفسك أكتر فيه بإذن الله تعالى. شايفنا أمورك تمام، هتبدأ تكون بكويسة، صار وقت إنك تحط مسمى للعلاقة العاطفية. شايف بدك هتاخذ خطوة بخصوص ارتباط مع الشريك، شايفك هنا في فرحة، الفرحة دي يعني من الأهل. شايف بخصوص خطوبة أو زواج أو مناسبة في أرض بيتك، او حصل عنده، شايف متضايقين، حصل يعني بسبب العاطفة، حصل انفصال مع الشريك، شايف في حصلت حادة وجع قلبكم. بس انا شايف هنا بقول لك الهم والحزن اللي جواك واللي جوا قلبك مش بتعبر بيه لحد، وكأن جواك هموم كتيرة ومحتاج من رب العالمين ان يزيح عنك كل الهموم والغم والتعب والخنقة والضيق والمشاكل، ان شاء الله كل شيء راح ينزاح عنك بإذن الله تعالى. ارى هنا، شايف هنا في اشخاص انت بتقف معاهم وفي ازماتهم، وهم دايما مكرين، مكرين
شايف هنا بقول لك يعني شايف في شخص هيجي لك، الشخص ده هيجي لك لحد يعني شايف هيجي لك لحد عندك عشان يعتذر منك بسبب غلطات كتيرة صدرت منه، ولما قعد بينه وبين نفسه غلط نفسه. وفي هنا أشخاص يعني هذا الأشخاص كثيرة غلطوا فيك، أنت هتقبل الاعتذار أم هترفض؟ هذا هيكون اختيار ليك أنت، لأن هتقبل اعتذارهم أو هترفض، هذا هيكون ليك أنت. شايف هنا في إنسانة مش كويسة، الإنسانة دي إنسانة مش كويسة معاك، وكأن أفعالها يعني شايف إن أفعالها ازدادت يوم بعد يوم، شايف هتبعد عنها وهترفض معاها أي حديث مرة تانية، شايف هنا هتبعد وهترفض معاها أي حديث. شايف هنا بقول لك اطلب من رب العالمين الحاجة اللي أنت عايزها، لأن رب العالمين الوحيد اللي هيحقق أمنياتك. شايفك هنا قلقان على نجاح أطفال أو دراسة، قلقان على نجاح ابنك أو بنتك أو ابنك، شايفكم قلقانين على خايفين إيديب مدموع قليل، لأن شايف قلق ناحية الدراسة وانتوا يا شباب قلقانين على الدراسة. إن شاء الله في بشرة خير بإذن الله تعالى. صلي على الحبيب المصطفى. شايف هنا يعني شايف في حاجة هتتحقق ليك، شايف هنا في تعزز علاقاتك مع الأشخاص الفترة اللي جاية، بقول ليك عندك مكانة حلوة هتوصل ليه في أي شيء، وعندك نقل هتفكر فيه عن قريب. عندك هنا مشكلة، شايف عندك مشكلة في عتبة البيت، وكأن المشكلة دي بتكبرها علشان تعزل أو تنقل أو تبعد عشان تعزل. شايف هنا هتسمع على حد كلام، وكأن شايفك هنا هتدخل في تعب صحي، هيدفعك فلوس على دكتور. شايف في شخص، شايف هنا شخص ليه مكانة جوا قلبك، حاول تنزل مكانته من قلبك، لأن هيجي الوقت اللي هتكتشف لأنه لا ينفعك ولا هتنفعه. احذر من التعابين اللي حواليك، احذر من التعابين حواليك. الأولى واحدة ست بتحاول توقعك في غلطات كتيرة وأزياك بطاقة سحر، والتاني راجل عيونه مش كويسة، عيونه عيون الأفعى، عيونه مش كويسة، عيونه زايغ وعاوز يستغلك في مالك، مش كويس هذا الشخص. في شخص هنا جاي لكم من مكان يعني من مكان بعيد، الشخص ده جاي من مكان بعيد، الشخص ده اللهم صل على الحبيب المصطفى، بس بياخد معاه حاجة او بياخد معاه خير منكم، وهو ماشي بياخد معاه خير منكم. شايف هنا في شخص بتقعد معاه بتنبسط بمعرفته جدا، في ورقة حكومية بتخلصها، لأن أنا أرى في أوراق أو ورقة حكومية بتخلص على خير، هتخلص على خير بإذن الله تعالى. شايفك هنا بتمسك مبلغ مالي بتفرح بيه، عندك مبلغ مالي دايلك بتفرح بيه. شايف هنا اللهم صل على الحبيب المصطفى أشخاص يعني بتحاول تهد من طموحك، عايزة تفشلك في حياتك. الأشخاص دي ما عايزكش تكون مرتاح، ما عايزكش تكون أحسن منه، مش حبالك الخير، ودي نتيجة الغيرة اللي حواليك. الناس دي بتغير منك، مش حبالك أي خير. بقول لك هنا حاول ترتب أمورك بشكل صح، وحاول كمان هنا تغير من بعض تفكيرك اللي انت مستمر عليه من فترة طويلة. شايف عندك شخص هنا هيكسر بخاطرك بسبب كلامه المزعج، وعندك شخص هنا من عتبة العيلة
هيكون يعني مزعج ليك خلال الفترة القادمة. بقول لك انت هنا تعبت كتير ومريت بظروف كانت تعب وضغط بنسبة يعني ليك كبيرة. شايف هنا شخص انت سمحته، هذا الشخص انت سمحته اكتر من مرة ومرة، وهتضطر تتنازل عشان تسامحه مرة كمان. احذر هنا من الحب خلال الفترة دي، بمعنى ادق حاول تعرف مين اللي بيحبك وعايزك في حياته. حاول تعرف مين اللي بيحبك وعايزك في حياته، ومين اللي بيحب الشهرة او بيحب المال او بيحب يستغلك. فحاول تعرف الصح من الغلط. شايف بقول لك هنا هترزق، هترزق بمبلغ مادي. فضلا وليس امرا احبابي في الله، ادعموا الفيديو باللايك، هذا فضلا وليس امرا. رزق ديلك باذن الله تعالى، هترزق بمبلغ مادي هتفرح به، وعندك شخص هنا قلبك هيكون واكلك من طريق يعني تصرفاته معاك، انه شايفك هنا بتحاول تنغلق الفترة دي على نفسك. شايفك منتظر شخص هنا يرجع لك، منتظر شخص يردع لك، ندمان او ندم، وكأن هنا مهم حاولت تصفي منه. لا، لان انتقامك اقوى من قلبك، بس عندك الحب الكبير ليه. انسان شايف هنا بتجسس عليك، حد بيتجسس عليك في كل مكان، وكأنه هنا مش يعني رايد ليك الخير او رايدة ليك الخير، وعندك هنا اشخاص بيحسدوك على النعمة، بيحسدوك على ضحكتك، بيحسدوك على فرحتك، بيحسدوك على طيبة قلبك، بيحسدوك على أي حاجة حواليك. عندك هنا قرار هتاخذه في الشغل، عندك القرار ده راح تاخذه في الشغل، وهتواجه وفي تواجه يعني مع شخصين، بس خلي بالك من المواجهة لأنها هيكون فيها عشان ما يكونش فيها احراج ليك. احذر هنا، خلي بالك، لان شايف في عندك مشكلة مع حد قريب ليك او من العيلة، راح تنحل باذن الله تعالى، بس خد حذرك لان الناس دي مش حابة لك الخير، عايزة تأذيك باي طريقة. الناس دي بتتمنى سقوطك مع انهم مقربين ليك، وانت دعمتهم كتير او ساعدتهم كتير او وقفت معاهم كتير، لكن الناس دي مش كويسة بما صح. يعني هي انسان، ناس يعني مفترية زي ما بيقولوا، بتحب الشر للناس، ما بتحبش الخير للناس، مش عايزك تكون احسن منهم او ليك كلمتك او ليك هيبتك او الاشي اللي. صلى على الحبيب المصطفى. شافك انت هنا تعبت كتير، وللأسف برضو مش لاقي حد تتكلم معاه او تفضفض معاه باللي جواك. شايف هنا شخص سابك وانعزل عنك، ولكن مكانته لسه في قلبك. ابعد الفترة دي عن القيل والكال، عن الكلام الكتير، لأن سبب غيرة بعض الأشخاص حواليك هتوقعك في مشاكل ما كنتش متوقعها. المشاكل دي أنت ما كنتش متوقعها وبغنى عنها المشاكل دي. فابعد عن الأشخاص اللي حابة توقعك في مشاكل أو تورطك في مشاكل أنت بغنى عنها أو مالكش دعوة بيها هاي المشاكل، فابعد عنها. اللهم صل على الحبيب المصطفى، لأن سبب الغيرة هنا حواليك يعني ناس بتتمنى لك الشر، غل وانتقام، احذر منهم لأن تصرفاتهم هتكشف عدوانيتهم معاك. في قرار هنا هتاخذه يخص العمل، والمحكمة أو القضية راح تخلصها بإذن الله تعالى، رب العالمين هينصرك فيه. شايفك هنا بتحقق حاجة،
بتتحقق حاجة انت عايزها، وانا شايف انك هنا عندك تصليحات تخص عتبة البيت الفترة دي. في شخص هنا بيحكي معاك في موضوع، وانت دماغك هتكون يعني بترتب لموضوع تاني. انا شايف هنا اتظلمت كتير، ولكن من بعد الظلم نصر، وعندك الفترة اللي جاية دي عدة نصارات، مش نصرة واحدة، عدة نصارات معاك هتبسطك خلال الأيام. خلال هذا الأيام راح تكون مبسوط بإذن الله تعالى. عندك أموال قادمة ليك غير متوقع ليك، أبشر بإذن الله تعالى. ولديك هنا بشرى وفرحة في خلال أيام قليلة. أرى في شخص تاني هنا، الشخص ده بيحبك، بس في حد هنا ندمان على فراقك. حصل ما بينكم انفصال بسبب السحر، حصل انفصال، أو زوجك أو حد عزيز على قلبك حصل ما بينكم انفصال كان متدخل فيه السحر، بس العيون واضحة مش سايبينك في حالك، محسودين من أقرب الناس لكم. أراك هنا قلقان، عندك كمية قلق اتجاه أحد من أفرادك أو أفراد أسرتك أو أفراد أهلك، عيان أو عنده مرض أو تعبان. اطمئن، سينتهي هذا القلق قريبا بإذن الله تعالى، رح يشفى بقدرة الله تعالى. عندك طريق سفر، الطريق مفتوح قدامك، ممكن تكون فسحة أو زيارة لحد أو طريق سفر أرى في هاي الأيام، داخل أو الدولة أو خارجها، داخل الدولة اللي انت فيها او خارج. هذا السفر قريب بإذن الله تعالى. صل على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم بشرني بما انتظر منك، وانت خير المبشرين كلها. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وان كنت لم تشترك في القناة يشرفنا.